السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنبدأ نتعامل بشكل جدي مع اللارج لانجويج مودلز أو موديلات اللغة الضخمة زيها زي تشات جي بي تي زي بارد وغيرها، لكن من اليوم بنبدأ نتعامل معها لوكالي، يعني في الكمبيوترات الخاصة بنا. بننزل الموديل، بننزل المكاتب المتعلقة التي تساعدنا نحن نتواصل مع هذا الموديل، وبنكتب الأكواد ونعطي أسئلة ونأخذ أجوبة زي ما بنعمل مع تشات جي بي تي أو بارد أو غيرها من الموديلات الموجودة على الإنترنت. في موديلات مفتوحة المصدر زي لاما زي فالكون، اليوم بنبدأ نتعامل مع لاما وموديل ممتاز جدا. بننزل الموديل وبنبدأ نشوف التطبيق إلى آخره. ننتقل إلى الشاشة الأخرى. طبعا في هنا عندنا ملفين، الملف الأول هو جوبيتر والملف الثاني هو ملف بايثون. بنبدأ نشرح الكود من خلال جوبيتر لأنه خطوة خطوة، وبعدين بنشغل كود البايثون ونبدأ نتعامل بشكل أفضل مع هذا الموديل. قبل كل شيء بنحتاج إننا ننزل المكتبات الأساسية. أولا أنا نسخة البايثون عندي فيرجن 3.9 تقريبا، لو تكون 10 أو 11 برضو ما في أي مشكلة، تستطيع إنك تستخدمها. أول مكتبة بننزلها اليوم هي اسمها Transformers، فأنا بكتب pip install transformers هذا الشكل وسوي Enter. بينزل المكتبة وممكن يأخذ بعض الوقت. أنا بدخل على طول المكتبة الأخرى إلى المكتبة الأخرى، مش بايثون، PyTorch. بنفتح PyTorch، بنروح عند PyTorch. طبعا الجهاز اللي أمامكم هو ويندوز، بس الجهاز اللي أنا أستخدمه حاليا هو لينوكس وأنا متصل فيه عن طريق الكلاود. فهنا أنا بحدد لينوكس، أنتوا إذا جهازكم ويندوز اختاروا ويندوز، إذا جهازكم ماك إذا هو لينوكس اختار النظام اللي عندك يعني. فأنا بختار لينكس، بيب أو كوندا. أنا بختار كوندا، أنت ممكن تختار بيب، أنا بختار كوندا لأني بستخدم كوندا أصلا حاليا. عندي هنا بايثون ممكن برضو ما في أي مشكلة يكون 11.8. اللي ما عنده جي بي يو ممكن يختار سي بي يو فقط. فبجي هنا بسوي لصق للكود اللي هنا وأسوي رن. هذا ممكن يأخذ بعض الوقت، أنا ممكن أقص الفيديو عبالي يخلص تحميل البايتورش مع الجي بي يو. هنا خلص التحميل، حملنا الترانسفورمرز وحملنا مكتبة البايتورش مع الجي بي يو. ركز لي مع كلمة الجي بي يو لأنه مهم جدا زي ما تكلمنا في الفيديو السابق. كيف نتأكد أن الترانسفورمرز والبايتورش تحملوا؟ بس أكتب بايثون بهذا الشكل، بيفتح لي قناة البايثون انك تبدأ تكتب اكواد import. لو اكتب transformers مثلا بهذا الشكل اعطاني هنا خطأ ثاني، بس هذا تقريبا يحتاج برضو تحميل مكتبة احملها بسرعة جدا. بعطيكم الحل بسرعة جدا ثانية فقط. نكون حلينا الخطأ سوية. فهي مكتبة بسيطة نحمل اسمها chart date من أجل ما تواجهكم أي مشكلة. برضو لو بعمل كوت على السريع بهذا الشكل، كوت وقوسين to parentheses يخرجني من البايثون pip install chart date وأسوي enter، بيحمل هذه المكتبة البسيطة. الآن بعيد الخطوات برضو من جديد، بكتب بايثون import transformers، نشوف ايش ممكن يحصل. استدعى المكتبة بدون اي مشاكل، معناه ان مكتبة الترانسفورمرز تنصبت في الكمبيوتر بدون اي مشكلة. بكتب كمان import المكتبة الاخرى torch، برضو ما في اي مشكلة. بتأكد برضو بس ان الجي بي يو تفاعل مع التورش. بكتب torch coda is available. كيف كنا نكتب available؟ يا الله صح ولا غلط؟ لا مش صح، صح. هذا الشكل ممتاز جدا. فأعطانا ترو، معناه انه اعطانا، او لانه اعطانا ترو معناه ان الكود شغال مع البايتورش. اذا الان ممكن نبدا في شرح الاكواد والامور تكون طيبه. بسوي كوت زي قبل واخرج. في برضو شيء، إذا عندكم جهاز أوبونتو مو ويندوز، إذا ويندوز تستطيعوا تشوفوا بالتشات بهنا. لو تسووا بهذا الشكل في الويندوز تفتحوا التاسك مانيجر، تستطيعوا تتبعوا
الجي بي يو وغيره والسي بي يو. لكن في اللينوكس عاده لو تنزل اداء اسمه جلانسز، بعدين لو تكتب فقط جلانسز بتفتح لك كل اغلب البيانات الموجوده في الهاردوير الخاص بجهازك. مثلا الجي بي يو عندي هنا، عندي الرامات هنا، عندي السي بي يو، اشياء كثيره جدا. انا بركز على الجي بي يو واعرض عليكم الفرق لما اشغل الكود ايش ممكن يحصل. فهذا ممكن يظل هنا. حملنا البايتورش بدون اي مشاكل، حللنا المشكله اللي كانت بسيطه بسبب مكتبه تشاردت. فاذا هذا الكود في مهمه اساسيه ايضا، احنا من اجل نشغل اللارج لانجويج مودلز لوكالي يعني في الكمبيوتر الخاص فينا بدون انترنت، لازم ننزل الموديل اصلا. قبل ما نستخدم الموديل لازم الموديل يكون موجود عندنا. فكيف ممكن تصير هذه العمليه؟ في عده خطوات لتنزيل هذه الموديلات. الاولى انك تفتح هذه الصفحه الخاصه بالموديل. بالنسبه للاما انا ذكرت في الفيديو السابق انه لازم تسجل عندهم حساب، خلال يوم او يومين بيرجعوا لك خبر. تستطيع تستخدم اي موديل اخر زي فالكون، زي بنستخدمهم في الفيديوهات القادمه، لكن ما تحتاج منك تسجيل دخول زي لاما، بس انا حبيت استخدم لاما لانه موديل ممتاز جدا. فبمجرد انك تاتي الى عند فايلز اند فيرجنز تستطيع يدويا تنزل، مثلا تسوي كذا تنزيل وتبدا تسوي كذا مجلد فارغ، مثلا تسميه اي اسم، مثلا ماي مودل، وتسوي سي. حملت او نزلت الملف الاول، تنزل الملف الثاني، تنزل الملف الثالث، وهكذا حتى تنتهي من تنزيل كافه الملفات ويكون الموديل عندك محليا. لاحظ انه هذا الموديل الاصلي، لو نزلت هذا الملفين بيكونوا عوضا عن هذين الاثنين. انت على كل نزلهم كلهم بدون ما تخلبط نفسك وحطهم في مجلد. لازم تحط كل هذه الملفات في مجلد واحد. ايش بعد ما تنزلهم ايش بيصير بوريك في الكود بعد شوي. هذه فقط الطريقه الاولى. الطريقة الثانية انك تستخدم الجيت ريبوزيتوري، مو موضوعنا اليوم، لكن اذا انت ممتاز وتستطيع تستخدم الجيت ريبوزيتوري تستطيع تستخدم هذين السطرين عشان ينزلوا الموديل كامل دفعة واحدة. الطريقة الثالثة من الكود نفسه وبنذكرها الان مع الكود اللي بنشغله. فعندي هنا عندي ملفين، الملف الاول جوبيتر والملف الثاني هو ملف بايثون. في ملف الجوبيتر بشرح الكود خطوة خطوة لان الجوبيتر اسهل للفهم من ملفات البايثون. بعد ما نفهم الكود بنشغل البايثون ونشوف ونبدا نتعامل بشكل افضل مع الموديل. فهنا هذا هو الكود، كود بسيط جدا. اولا بنستدعي مكتبتين من الترانسفورمرز والتورش، ومن الترانسفورمرز حددنا برضو الاوتو توكنايزر والاوتو موديل فور كاجوال ال ام لانجوج موديل يعني. فهنا الموديل اصلا الموديل عندي محليا. كيف عندي محليا؟ انا نزلته من قبل. فهنا هذا في الجهاز الخاص بي في السحابه برضو، انت ممكن تعتبره في الجهاز هذا ما في مشكله. عندي هنا مجلد ال ال امس، داخل مجلد ال ال امس عندي مجلد لاما 2.7 بليون شات هاجينج فيس. فهذا الموديل اول ما افتحه هنا بتشوف كل الملفات عندنا هنا. الملفات هذه اي ايش الملفات اللي هنا؟ هي نفس الملفات اللي هنا فايلز اند فيرجنز اللي قلت لكم تنزلوها عندكم في مجلد، في اي مجلد مهما كان المجلد. بعد ما تنزلوا هذه الملفات كلها انا حطيتها عندي في الكمبيوتر بداخل هذا المجلد، داخل ال ال امز، داخل لاما 2.7 بليون شات هاجينج فيس. بعد ما دخلته هنا وعندي الكود شغال، انا لازم اصف للكمبيوتر اين يقع هذا الموديل. الباث، في شيء يسمى الباث في الكمبيوتر، شرحته في فيديو للبايثون. الباث هنا مثلا لازم اوريكم برضو الفرق. ال LLM لو تلاحظ هو في هذا المجلد الموديل نفسه، والاكواد اللي بشرحها لكم هي بداخل هذا المجلد. فلو ادخل هنا مره وهنا بعدين رنن LLMs مرتين وبعدين هنا ثلاث مرات، دخلت ثلاث مجلدات. فالنقطتين هنا في الاكواد ايش معناها؟ معناها عد للخلف مره، عد مرتين، عد ثلاث مرات، عاد ثلاث مرات. وبعد ما يعود ثلاث مرات ايش بيصير؟ اللي بيصير انه بعدين بيدخل مجلد ال LLMs. كيف؟ لانه فينا كلمه ال LLMs وبعدها اسم مجلد الموديل، يعني هو شوف اللمس والموديل هو هذا. اذا كان عندك الكود والمجلد الموديل في نفس المكان ما في داعي تكتب هذه النقاط كلها، كان يكفي انك تكتب اسم المجلد فقط الخاص بالموديل. ومش لازم يكون الاسم زي الاسم الخاص فيه، ممكن يكون اي اسم انت بتسميه المجلد الخاص بالموديل. هذه الطريقه الاولى.
الطريقة الثانية اللي ذكرتها لكم بدون ما تتعب نفسك وتنزل الموديل هنا وتسوي هذه العمليات كلها، في طريقة سهلة جدا تستطيع انك تسمي هذا المتغير باسم الموديل في هاجينج فيس نفسه. مثلا موديل اللاما 2 بليون شات هاجينج فيس، هنا هذا الاسم يسمى الموديل اي دي، الهاجينج فيس بيعطي هذا الاي دي. لو تنسخ هذا الاسم فقط هذا الشكل وتلصقه هنا يعني وتسكر هذا، تحذف الاول ما في له داعي، الكود بحد ذاته لما تشغل الموديل بيروح ينزل الكود من وين؟ من الانترنت. فبينزل الكود من الانترنت ويحطه في الكاش الخاص بالكمبيوتر في موقع معين، انت ما بتنزل ما بتسوي كل شيء، لكن هو اللي بينزل الموديل وبيشغله بنفسه. يعني انا لا افضل هذه الطريقه، لكن اذا استصعب عليك الامر وحبيت تستخدم هذه الطريقه ما في اي مشكله. فهذا اذا هو الموديل، اسم الموديل، اسم المكان، الموقع، الباث. فبعد ما استدعينا الموديل، او لسه ما استدعينا، لسه فقط ذكرنا الاسم انه في المتغير او بداخل المتغير الموديل، هنا عندي التوكنايزر، استدعينا التوكنايزر الخاص بهذا الموديل عن طريق اوتو توكنايزر، مكتبه جاهزه ما في داعي انك تكتب الاكواد الخاصه لكل توكنايزر، هذه الاداه موجوده في مكتبه الترانسفورمرز وتقوم بهذا العمل، تعطيها فقط كبارامتر اللي هو اسم او الباث للموديل. انا استخدمت هنا البايب لاين من اجل تسهيل العمليه كونه كاول فيديو في اللارج لانجوج مودلز، ما في داعي ان احنا نستخدم التوكنايزر والاوبجكت الخاص بالموديل نفسه ونفعل انكودنج وديكودنج، على طول البايب لاين بتسوي كل هذه العمليات وتغلفها في اوبجكت واحد. فهنا عندي التكست جنريشن، في اول بارامتر يكون انك تصف عمليه الموديل اللي تكست جنريشن، المتغير الاخر انك تعطيها اسم المودل، المتغير الثالث انك تعطيه التوكنايزر الاوبجكت هذا اللي سويناه هنا، المتغير الرابع انك تحدد صيغه المتغيرات اللي هي ممكن تكون فلوت 16، في عده اشكال للمتغيرات، في فلوت، في انتجر، في الى اخره، بنذكر بعدين مع الكوانتيزيشن ان في لسه في انتجر 4 والى اخره. عندي هنا الديفايس ماب، الديفايس ماب هنا الموديلات هذه هي كبيرة جدا، في العادة هم ما بيستخدموا بس جي بي يو واحد، بعض الأحيان يكون في أكثر من جي بي يو، فهم بيسووا ديفايس ماب يقسم البارامترز على الجي بي يو بشكل سليم. تستطيع أنك تسويها أنت تعرفها بنفسك، لكن في البداية حاب نستخدم الأوتو كونه الأسهل. خلاص بعد ما عرفنا هذه الأشياء كل اللي علينا نحن بنعطي السؤال اللي هو الكويري، متغير سميته الكويري. بعدين بنبدا بنستخدم البايب لاين، البايب لاين هذا اللي عرفناها وحطينا داخلها كل شيء، نستطيع الان نستخدمها من اجل نعطيها اسئله وهي بتبدا تعطينا اجوبه زي تشات جي بي تي. الفرق ان تشات جي بي تي هو عنده اشياء اضافيه برومبت انجينير والى اخره، لكن المحتوى او المقصد كله من هذه الموديلات الضخمه انك تعطيها انبوت وبتاخذ اوتبوت، بتعطيها مدخل وبتعطيك مخرج، بتعطيها سؤال وبتعطيك جواب، مش لازم برضه سؤال، ممكن اي استفسار او حتى جمله بدون سؤال كذا جمله صريحه. في بعض المتغيرات لسه في بارامترز اكثر بكثير، بس هذه ربما قد تكون من الاساسيات. عندنا الماكس لينث، الماكس لينث بيقول ان المدخل والمخرج بيكونوا 200 توكن، يعني ما بيزيدوا، لو تخليها مثلا 100 بيكون المدخل والمخرج 100، ما بيقل، عفوا ما بيزيد، ممكن يقل بس ما بيزيد، تستطيع تخليه 2000 3000، في عده مواصفات لكل موديل. نخلص هذه العمليه وبنروح نشوف الخواص للموديل الخاص باللاما 2 7 بليون. فالماكس لينث انا سويته 200، انت عندك مساحه لحد 4096 تقريبا في اللاما، في موديلات 2048 اقصاها، وكل موديل له انبوت او ماكس لينث معين. الدو سامبل، هذه الدو سامبل التوب كي، هذه متغيرات لازم تفهموا الاشياء النظريه من اجل تفهموا هذه المتغيرات، اذا ما تفهموها مو مشكله حطوها زي ما يحطوها غيركم أو جربوا أشياء عشوائية. هذه الموديلات تساعد في إبداعية الموديلات أو الموديلات الضخمة، بحيث أن الإجابات ما تكون بشكل مستمر متساوية، أنه يبدأ يضيف بعض الاحتماليات وبعض العشوائية للإجابات بحيث تخرج إجابات ربما أفضل لكنها غير ثابتة، كلما زادت تكون الإجابة أقل ثباتا وأكثر تنوعا، وكلما قلت هذه القيم كانت الإجابات أقل تنوعا وأكثر ثباتا. فعندي هنا برضو num return sequences، ايش معنى num return sequences؟ يعني اعطيني اجابه واحده، اذا سويت هنا اثنين بيعطيني اجابتين، اذا سويت ثلاث بيعطيني ثلاث اجابات، وبنشوف بعد شوي. عندي هنا
end of sequence token ID. ايش ال end of sequence token ID؟ الترانسفورمرز او اللارج لانجويج مودلز هي الاوتبوت تبعها بيكون كل التوكنز الاربعه كل التوكنز عدد التوكنز اللي بيدخل. لكن من اجل بعض الاحيان بدل ما يعطيني الاجابات في الاخير 0 0 0 0 او ايا يكن، في شيء يسمى end of sequence token، في توكن معين لما يجي يحكي له قص الاجابه. هي اشياء نظريه انت فقط اكتبها بهذا الشكل، فبيقص الاجابه وبيعطيك الى حد معين لحد ما طلبت او الى حد ما الاجابه كانت من قبل هذا الموديل. فهنا عندي برضو فور لوب. الفور لوب ايش بتسوي؟ بتاخذ السيكونس الاجابات، انا الان طلبت اجابه واحده فبيطبع اجابه واحده، لو في اجابتين بيروح في فور سيكونس ان سيكونسز ويطبع اجابتين، وبنشوف هذا الان. فانا الان سويت رن ولا لسه ما سويتش رن؟ انا بس اتاكد بسوي كيرنل ريستارت، عدت البرنامج كله من جديد، ما في اي شيء يسوي رن. فبسوي الان رن للمكاتب اشتغلت ما في مشكله، رن كمان للمودل ما في مشكله، رن للتوكنايزر والبايبلاين ان شاء الله ما يكون في مشكله. اللودنج تشيك بوينت هي البارامترز الخاصه بالموديل بيحملها الى الميموري للرامات والى الجي بي يو. الان بسوي رن اللي هنا في سؤال هو از ذا بريزيدنت اوف ذا يونايتد ستيتس، من هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه؟ بنشوف اعطانا جواب the current president of the United States is Joe Biden. بيقول طبعا رئيس الولايات يعني الولايات المتحدة هو جو بايدن، بمعنى ان الموديل هو متدرب على بيانات نوعا ما حديثة الى وقت قريب، وبيقول انه عين عام او 20 جانوري 2021. بعطيكم المثال اني بسوي هنا اثنين او خليه اثنين بس اسوي رن، تلاحظوا انه بيعطيني اجابتين، هذه الاجابة الاولى وهذه الإجابة الثانية كانت زي بعض أو كانوا زي بعض في هذه الحالة. لو أخلي ثلاثة إيش ممكن يصير؟ هل ممكن تتغير الإجابات؟ وبخلي هذا الخمسة عشرة التوب كي ونشوف كيف ممكن يجيب، هل الإجابة زي أو what is that؟ نوعا ما انضرب الموديل جاب إجابات خربانة. الإجابة الأولى كانت ممتازة والإجابة الثالثة كانت ممتازة، لكن الإجابة الثانية كانت سيئة. هذه إحدى مشاكل اللارج لانجويج مودلز بنذكرها، عدم جودته في إعطاء الإجابات، لأن هذا الموديل يحتاج إلى فاين تونينج أو يسمى إعادة تدريب بشكل مكثف من أجل إعطاء إجابات مرتبة بشكل أفضل. ففهمنا الآن الصورة العامة للكود بشكل كامل، حتى ممكن نغير السؤال، نخلي هذا حتى خلي اثنين، ممكن نسأله سؤال كذا بسيط وات رياضيا is the result of the log 10 of the base 10. لوغاريتم العشرة للأساس عشرة هو واحد، فأنا بشوف هل بيستطيع أنه يجيب بشكل صحيح على هذا السؤال. حكيت له يجاوب مرتين، فبيشوف هنا the algorithm of number with base 10 is power تمام to produce that number. بيشرح كمان، هو ما أعطيك الرقم فقط بل بيشرح. فهنا سو the log 10 of 10 is 1، يعني الإجابة الصحيحة أعطاني إياها، وبيشرح برضو بيواصل تمام. similarly the log 2 هنا برضو بيعطي أمثلة إضافية، لكن الجواب الصح هو واحد، هو أعطاني جواب صحيح. هنا what is the result of the log 10 of the base 10؟ برضو هذا السؤال الآخر لأني أعطيته هنا يعطيني two sequences إجابتين، فالإجابة هنا إذا كانت with base 10 is donated as log 10 تمام. الماتلاب مش عارف إيش دخل الماتلاب، بس نشوف إيش حصل. خبص شوي خبص شوي في الرياضيات نوعا ما هو ممتاز، لكن ربما لو طلبنا منه سيكونس واحد في العادة بيعطي إجابات أفضل، لكن لأنه في الإجابات الثانية في بعض الأحيان بيحاول يبدع، لأن احنا برضو كثرنا التوكي، قيمة التوكي عليناها. فهنا انتهينا من شرح الأساسيات لكيف كيفية تشغيل اللارج لانجوج مودل. هو لسه في أشياء بتجي في الطريق، بس هذا الشكل الأساسي الآن كيف ممكن نسوي انترفريت أو انفرنس من لارج لانجوج مودل. بنشوف الآن فقط بعض مزايا الموديل وبننتقل على طول إلى كود البايثون اللي كتبناه بنشتغل بشكل مباشر. هنا عندي اللارج لانجوج مودلز، بذكر لكم بعض أساسيات الملفات بشكل بسيط. في ملفات أساسية الموديل بحد ذاته اللي هو هذا الملفين، عندنا الكونفيج جيسون وعندي التوكنز أو التوكنايزر، احنا بنتكلم عليهم بوقت آخر جدا طبعا، اللي هو التوكنايزر جيسون اللي هو الكلمات اللي استخدمت، ليست الكلمات فقط تسمى توكنز لانه في اشياء تختلف عن الكلمات، التي استخدمت لتدريب هذا الموديل وكانت موجوده في النصوص. فبتلاحظ هنا انه مختلف الكلمات بتكون موجوده،
في مثلا لو اكتب ابل مثلا تفاحه موجوده، مثلا لو اكتب اورنج برتقاله، لو تكتب اي شيء ايش تكتب مثلا عرب مثلا، في الاغلب الاشياء هي موجوده في الكلمات اللي استخدمت لتدريب هذا المودل. في اشياء ايضا اضافيه عندك، عندك هنا الكونفيج جيسون، في عندك بيانات خاصه بالمودل، في كل مودل عنده الكونفيج جيسون هذا، بعض البيانات المهمه من اجل هذا المودل، مثلا عدد التوكنز كانت 32000، عدد بيعطيك معلومه ايش التوكن الاولي وايش التوكن الاخيري، مثلا beginning of sequence end of sequence، هنا واحد هنا 2. عندك ايضا مثلا شوف هنا عشان بس اوضح لك الفكره، لو تجي عند واحد هي هذا بهذا الشكل اللي هي سيكونس، وهذا بيسكر السيكونس، هذه التوكنز الخاصه بالبيجنينج والاند اوف سيكونس. باقصى او الماكسيموم للانبوت والاوتبوت بيكون 4096، وبقيه الاشياء ليست مهمه بقدر الاشياء الاخرى، هي مهمه لكن هي تفصيليه. فايضا اذا في شيء اخر ممكن نراه هنا او هنا، البارامترز اللي استخدمت في هذا الموديل هي 6 مليار و 740 مليون، لكن هو بيقول 7 مليار كأقرب رقم إلى المليار. في هنا تفاصيل كثيرة جدا يفضل أنكم تقرأوها، طبعا أنا بحط الرابط. طبعا في ورقة علمية برضو لازم تقرأوها، هي تقريبا أحطها هنا الريسيرش بيبر. استخدام هذه الموديلات في الاستخدام الشخصي هو شيء ما في فيه أي مشكلة، لكن إذا بتستخدم هذه الموديلات بعدين في البرودكشن لازم تقرأوا اللايسنس، لأنه في كل موديل بيحطوا لايسنس هنا، فيفضل تقرأوها أو حتى ضروري أنكم تقرأوها. فإذا بننتقل الآن إلى كود البايثون، أنا بجيب كود البايثون هنا، هذا هو كود البايثون، كود بسيط جدا كتبناه زي الأكواد اللي مكتوبة في الجوبيتر كتبناه في ملف بايثون. فقط سوينا هنا وايل لوب، وايل لوب كل ما تعطي كويري بيعطيك الجواب وبعدين يستنى من جديد، وبتعطيه سؤال من جديد وبيعطيك جواب ويستنى من جديد السؤال الآخر، ما عدا لما تكتب اكزيت فبيخرج من البرنامج. فالان ممكن نبدا نشوف الفكره هنا. انا افضل استخدام البايثون عن جوبيتر، انما لتبسيط المفاهيم استخدم جوبيتر. بايثون لاما اسم البرنامج، ونستنى يحمل التشيك بوينتس. فالان انتر كويري، ايش ممكن اعطيه من كويري؟ اي كويري ممكن، حتى استفسر المعرفه العامه لهذا الموديل، مثلا هو از ذا CEO of Facebook. احنا نعرف انه مار، لكن ايش ممكن الجواب اللي بيعطينا؟ انتظر، ما الذي حدث؟ اف عفوا هنا في يساوي، كان في شيء بسيط في الكود عدلنا. Who is the CEO of Facebook؟ ممكن ننظر الى الاجابه. طبعا وقت الإجابة أو وقت الرد على الإجابة بيعتمد على أشياء كثيرة، بيعتمد على قوة الجهاز، يعني قوة الجي بي يو، قوة الرام، ويعتمد أيضا على طول الإجابة. في بعض الأحيان في إجابات طويلة، في إجابات قصيرة، الإجابات الطويلة تأخذ وقت أكبر. طبعا هنا مارك زوكربيرج is the CEO of Facebook، بيعرف من هو. لو أكتب هو is the CEO of Twitter، مين المدير التنفيذي لتويتر؟ إذا أعطانا إيلون ماسك معناه أنه مدرب إلى فترة أحدث، إذا لا فمعناه أن معلوماته قديمة نوعا ما، على الأقل بمدة نصف سنة. وهذه المشاكل في لها حلول أخرى، في لها تقنيات أخرى بتذكر مع الوقت، لكن نرى فقط الإجابة. طوّر شوي. Who is the CEO of Twitter؟ الأكواد كلها طبعا برفعها على الجيت هاب، بحط الرابط تحت. جاك دورسي، طبعا هذا كان تقريبا السي او السابق من قبل ايلون ماسك. فمعنى انه شوف، في رغم قوه اللارج لانجوج مودلز وحتى الجي بي تي وغيرها في قصور، فهنا في حلول اخرى زي انك تربطها بالانترنت، انك تسوي اشياء اضافيه اخرى بنشوفها في المستقبل. زي ما شفنا الان كل التجارب اللي سويناها، ممكن اضيف اخر مثال، وات از ذا سام اوف او فاكتوريال، خلي بصعبها شوي، وات از ذا فاكتوريال اوف 4، الفاكتوريال اللي هو 4 ضرب، كانه ما اعرف ولا ايش، وات از ذا سام اوف 7، الجواب المفروض انه يكون 6 او 15،
الجواب 15. الموديل هو ليس خارق للأخير، إنما قوي جدا ونستطيع نستخدمه مع بعض التقنيات الحديثة طبعا. مع هذا الموديل بيصير منتج قوي جدا، وينفع إنه نستخدمه في التطبيقات، في المواقع، كسيرفيس، كتحليل، في عدة استخدامات لهذه الموديلات. فإذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتم أو استفدتم. لو كتبنا بس إكزيت بيخرجنا من الموديل، وننتظر. برفع الروابط، برفع الأكواد، برفع كل شيء بيكون في وصف هذا الفيديو، وإن شاء الله يومكم طيب.